طبعا هي خطوات. انت لما تحسب احتياجك من الاكل وتقسم الميكرو وثم تحسب احتياجك من الماء، ممتاز، هذه الخطوات الجيدة والخطوات الأولية. لكن في خطوات بعدها مباشرة قبل لا تنجز خطوة أو خطوتين للبروتين وللمكملات، أو تنجز خطوة بعيدة إلى السترويت والهرمون، قبل هذه الخطوة وأنا لا ضد ولا مع الهرمون، أتوقف no comment. لكن مع المكملات نعم، لكن قبل المكملات وقبل احتياجك من الماء لازم يعني الفيتامينات والبروتين اللي بتاخذه، إذا المعدة عندك انزيماتها وتعبانة فما في فائدة من كل الفيتامينات والمعادل والمرنز اللي انت خذيتها، يجب عليك ان تصلحها. كيف تصلحها؟ تنظف أكلك، والخطوة الثانية والأهم انك تاخذ انزيم الهضم بروبايتك اللي يسمونه بيومي بكتيريا، بكتيريا المعدة، لازم تقويها. شلون يمتص المواد اللي انت حطيتها؟ كيف تمتص وكيف المعدة تكون قوية على امتصاصها وهي ضعيفة في نفسها؟ فلازم تقويها عن طريق البروبايتك. الطفل لما خرج من بطن امه، خرج مع طريق الخروج، كان جهازه الهضمي ما في بكتيريا ولا يعرف، لكن من طريق الخروج أخذ معه قليل من البكتيريا الموجودة، فأصبحت تلك البكتيريا تخبره هذا صديق هذا عدو. فهناك مخ آخر غير اللي في الرأس، مخ المعدة. المعدة أشد ذكاء وفتك من الرأس، ولذلك المعدة تبيت الداء. وبن كلدة له كلام عظيم يعني عن المعدة، فأنت صلح معدتك. هذه البكتيريا اللي طلعت معه صارت هي اللي تعلمه هذا صديق هذا عدو، فخلاص انت قوي البكتيريا. والبروبايتك نوعين، شيء يغذي البكتيريا وشيء يزيده، وهناك نوع يجمع الاثنين، يجمع الاثنتان، يغذي ويزيد البكتيريا، فتكون معدتك معدة حديدية. في بعض الأوقات تكون مرتاح وفجأة كذا جوك يتغير، بطنك يتغير، هذا دليل على ان في شيء خطا. البكتيريا النافعه الموجوده ما هي يعني ضعيفه او قليله، حد الامرين، اما ان تكون ضعيفه اما تكون قليله. فهذه الخطوه ليست للرياضي فقط، لجميع الناس، وخصوص كبار السن، خصوص كبار السن، حتى استفيد من المعادن اللي انا ابتلعته او الاكل اللي ابتلعته. يجب ان تكون المعده قولون عصبي واشياء، كثر البكتيريا النافعه، وعليك بالدهون الجود فات، بكتيريا نافعة وجود فات، لازم هذا الخليط، المعدة تحتاج إلى هذا الخليط، بكتيريا نافعة، جود فات، جوز الهند، زيت جوز الهند، كوكونت آيل، جوز زيت الزيتون، محاحة، بمقادير، لا إفراط ولا تفريط، بمقادير. مو أنا على الكيتوجينك مسموح للدهون لكن بما أنك على أي برنامج تحتاج إلى هذا المركب. طبعاً منتجات الصيدلية أنا ماني معها لأنها ضعيفة، لكن في منتج على أي هيرب، منتج بوم أورجانيك، وغير كذا أنه سعره شوي مرتفع، 230، لكنه نظيف جداً جداً، حط لكم صورته آخر الموضوع، جدا ممتاز، وعندي أنا استعمله جيد، وهذه الشركة منتجاتها كلها جيدة، يعني أنا استعمل سولجر وهذه الشركة الثانية الأخرى.